درستها استاذ شمس. النهارده ايه رايك في اللي حصل النهارده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا خير وقت نادي الارض في حجيلك. فعلا كان المفروض ان حاجه زي كده تتعمل، وما ينفعش الصور اللي اتبنى ده. حارس الجيزه اللي عمل كده كان بيستفز جماهير الشعب المصري، وجماهير الشعب المصري اثبتوا ان احنا بلد حره، ومحدش هيعرف يعمل حاجه الا اللي برضا الشعب. بعد ثوره 25 يناير مفيش حاجه هتتفرض على هذا الشعب نهائي. واحنا بنقول هنا ان لازم اي واحد يجي يفكر، اي مسؤول مصري يجي يفكر يعمل اي حاجه، لازم يرجع للشعب، لان البلد دي ملك للشعب، ولازم السفاره دي تتقفل، ولازم السفير يتقفل. انا بقول لاسرائيل تنسحب وتاخد سفيرها بالذوق، وكفاياها مهزله اللي حصل لها ده، بالذوق تنسحب. المصريين اللي قتلوا العالم المصري واللي هدموا جدار المصري في جدار الاسرائيلي وجدار الاسرائيليه باستطاعتهم تحرير المسجد الاقصى وعدم جدار العهد الاسرائيلي. الله اكبر. الوطن المصري وسط العالم كله ان هو دبابه بشريه على الارض. ده السور اللي معمول هنا، وهو عاوز ياخد باصل الجنود اللي ندخل سينا، ولازم نحرق السفاره دي دلوقتي، مش عايزين نسيبها. يلا بينا يا اخوانا، يلا بينا يا اخوانا، السفاره دي ارضنا اللي فيها هم اللي لازم يمشوا. السفاره دي ارضنا، وانا عايز الوضع يتغير خلاص، مصر كده خلاص.